بالرباط أعطيت اليوم الانطلاقة الرسمية لبرنامج إنجاز في دورته الخامسة 2013-2014 الموجه أساسا لفائدة طلبة التعليم العالي. هذا العام إن شاء الله غادي يكونوا 24400 طالب غادي يتصلوا بآلات الحاسوب، فغادي يوصل المبلغ إن شاء الله هذا العام 88 مليون ديال الدرهم. هاد السنوات الأخيرة، خمس سنوات الأخيرة، إنجاز توصلوا به 86 ألف ديال الطلبة. هاد السنة غادي يغطي 28 ألف طالب، بالإضافة لأنه عرف واحد التنويع في إطار تقديم اللوحات الإلكترونية لتابلت، بالإضافة للحواسيب اللي كانت عادة كتكون. بالإضافة إلى ذلك الوزارة مشتغلة بشكل كبير على برنامج نيتيو، واللي غادي يمكننا من تعميم الشبكه ديال الواي فاي على جميع المؤسسات الجامعيه. برنامج انجاز الذي كان موضوع الاتفاقيه الممتده على مدى خمس سنوات والتي تم توقيعها تحت الرئاسه الفعليه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس في 10 من أكتوبر 2010، يهدف اساسا الى الاستجابه لضرورات تحكم طلبه التعليم العالي بالادوات الحديثه للاعلام والاتصال، وكذا الارتقاء بالجوده وتطوير كفاءات الخريجين لتسهيل ولوجهم الى سوق الشغل.